بعض الناس بتقول ان الانجليزي لغه صعبه جدا عشان كده محدش عارف يتعلمها، ولكن هل هو فعلا لغه صعبه؟ تعالوا نتكلم بشكل علمي. كل ما اللغه اللي انا بحاول اتعلمها اقتربت من اللغه بتاعتي اللي هي اللغه العربيه يعني من حيث القواعد والصوتيات وكده كانت لغه سهله. في مقياس من 1 ل 10، 1 اسهل لغه ممكن اتعلمها، 10 اصعب لغه. اول لغه ممكن اتعلمها لانها شبه لغتي هي التركي، ممكن في خلال من 3 ل 6 شهور اتقن اللغه التركيه واتكلمها على الاقل C1 يعني مستوى محترف. رقم 2 هيبرو او اللغه العبريه، رقم 3 بيرجن او فارسي، رقم 4 سواهيلي، رقم 5 الانجليزي. يعني مش صعب ولكن مش سهل. الانجليزي لغه متوسطه. رقم 6 فرنساوي، رقم 7 الروسي، رقم 8 الماني، رقم 9 ياباني، رقم 10 ماندرين تشاينيز. الانجليزي مش لغه صعبه ومش سهله، لغه متوسطه. يعني لو حاولت معايا عفرت هيجي معاك ان شاء الله.